ما حكم تعليق اللوحات التي فيها ترتيب ما يحصل للعبد بعد موته من حين دخوله القبر إلى أن يدخل بعد ذلك الجنة أو النار، علما بأن هذه اللوحات لا تحمل ختم الوزارة؟ هذه اللوحات يجب أن تحطم وأن يمسك من يعلقها أو يكتبها ويعزر ويؤدب، هذا أمر لا يجوز، وهذا إحداث، هذا إحداث لم يسبق له نظير، ويكفي ما في الكتب، ما في الكتاب والسنة من الوعد والوعيد، يكفي هذا عن كتابة لوحات. وربما يتطور الأمر، تحط لوحات في أن فلان ولي من أولياء الله، وأنه ينقذ الناس، وأنه يفتح الباب. لا يكتب على القبور، ولا يكتب في المقابر، ولا على أبواب المقابر، لا يكتب شيء أبدا، ولا تصور الآخرة مثل ما فعل بعض الجهال، صور الآخرة والجنة والنار بلوحة، وهذه الجنة وهذه النار وهذا الصراط وهذا الميزان يحطونه بلوحات، كل هذا من العبث، كل هذا من العبث. وأمور الآخرة وأمور الغيب ما تتصور ولا تكتب في لوحات. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: جاء في بعض كلام السلف رحمهم الله أن الميزان له لسان، السؤال: ما صحة هذا، وهل جاء عليه دليل من الكتاب والسنة؟ هو ميزان